متى نشوفك محجبة؟ يا ساتر ليه؟ والحجاب يا ساتر؟ لا ليه؟ أنا مالي، أنا دخلي إيه اللي عايز يتحجب يتحجب، اللي مش عايزه وحرج حرية شخصية. يعني ما تؤمني إنه فرض؟ لا ما تهيألي. فين مراتات الشيوخ عندنا الازهر؟ عمر ما كانت مراتاتهم ولا بناتهم محجبات، ما احنا بنشوف في الصور الاجنبيه، اشوف حفلات ام كلثوم، طلع لي واحده محجبه، ما كانش عندنا الكلام ده.